نسمو من كان له الباب الطويل في القياده المحليه والتعاون مع المؤسسات الحكوميه الشيخ ابو عزام نواف المحترم ليبارك لنا هذا الاجتماع ونتبارك للقبر. نحن الى اليوم في البلدين اذا كل ما منا بغض النظر عن الطائفه والدين والعائله والسياسي لما يصير الاهداف الشخصيه اذا بنتفقش كلنا يدوحتي نمشي كلنا قلبا وقالبا ومنجاهد من اجل مصلحتنا العامه والا تستنانا ايام صعبه كثير في هذه المنطقه. ولذلك كل انسان اذا بيعمل يعني كل شيء الحق الصحيح راح تستاهل حاسبه والله سبحانه وتعالى حاسبه. واذا من كل شيء الطريق هذا والا كل مثل الاخر كل خسران لا المعارض ولا الجهاد كل خسران. ولذلك انا بتمنى من اهل البلدين ان نكون يد احد في بحر عربي بسيطي بيقولوا ختيار مثل هيك ختيار الى يوم خطتي في بلدان يا بقال بعد سنه قالوا كان كم عصايه سنديان فطاروا اياهم على عدد هالولاد وربطهم قالوا اكسوهم يا شباب اعطاها ربنا الله اكسر ليش عليك اكسر قالوا ما كان كفر وضربه فكر حد يعطاني اياه كل واحد يكسر يسار قال شو قالوا يا ابا انتوا هيك اذا اجتمعتوا كلمه واحده وصلتوا لحقكم واحترامكم تقديركم واذا تجردتوا ضعف ونحن بنكمل هيك وكل طيب هيك اذا بنجتمعش نحن ضايعين يا ابا. ولذلك من هذا المنطلق انا بتذكر عموم بحط الحزبيه والطائفيه والحزبيه والعائليه على جنب والمصلحه العامه كل المصلحه. أنا أقول أول شيء اجتماع صار بشكل مباري وسرعة أن الأمور تحت بتوقع الاجتماع أنا أسأل العموم تراك الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم وصحبه وعليه الكتاب غرائب الجيش المطالب والإخوان الأكاديمي أصحاب الله وسلامكم. إن خارج ما نقوله بعد البسملة قول أمير الشعراء أحمد شوقي عن الدروس وما كان سلوك ربيعا شرقي وهي أهل بما يستحقه ولا إزازة وخراط الغش كي ينبوح الصفحة نفسه ورقه دخلنا من السمو أن فيه شيئا فكل جهاته شرف وخلق. لقد كان سبب هذا الاجتماع أنه بلغ سيل الدبع فما يظلمني هو ما قد يؤلم كل فرد من هذا الجميل الأشمل ومن هذه الطائفة المعروفية الكريمة. فما يحدث اليوم من قطع المياه عن السكان أطفالا وكبارا شيوخا ونساء فهو الاستهتار والاستهزاء والإبداع وكل ما في ذلك من مال. قطع مياه الحياة ليس معناه التعطيش فقط بل تفشي الجراثيم وزيادة الأمراض وضرب المناطق الاقتصادية والزراعية بل إنها سياسة عنصرية مبررة. ألا يكفي ما أوصلون إليه بفرضهم علينا الأمر الزاهر والظالم قاطعين أن استحقاقاتنا متآمرين على حقوقنا ومساواتنا طامعين في أراضينا متجاهلين فيها. إخواني والأحبة كل هذه العوامل أدت إلى تضعيف اقتصاديا وثقافيا وتربويا حتى إلى ضعف تراثنا وعاداتنا وتقاليدنا. إن عدم وجود مصانع وفرص عمل وعدم وجود خطوط مدنية ثقافية تربوية فعالة خلق الفساد الشباب والشبيبة مما أدى إلى تصاعد وتفاقم التصرفات السلبية والخطيرة في مجتمعنا من تاريخات وعرق وتأثم وانحلال مما يتناسب مع قيمنا وقيمنا المعروفيه القصيره. اخواني اتوجه الى جميع المواطنين في كفنا الشامل ان يسددوا ديونهم وان يدفعوا ضريبه المياه لان نصر الله يصح ان نسقي ابنائنا مبنائنا مياه خير مشروع. كي نقطع حجه ضريعه مؤسسه المياه بحقها عامه. واخيرا اذا استمر الامر هكذا فسوف تحدث امور لا تحمل عقبها. فعلينا ان نفك ونقل وقفه رجل واحد ويكون شعارنا كما قيل
عن النفوس العدل يجعل سيفهم حملا فإذا ظلمت استخدم الحرب. لذلك علينا أن ندعم رؤساء المجالس المحلية والهيئة الروحية للطائفة لتحقيق مطالبنا العادلة باتخاذ القرارات اللازمة، ولا نكتفي بالوعود الكاذبة على المسلمين في الدولة والتي تبقى دائما حلما على ورق. بارك الله تعالى جمعنا الكريم وحقق علينا وأهلا وسهلا بكم جميعا. أنا بس بدي أفرجيكم شيء واحد اللي أنا جبته، اللي هي الخارطة اللي احنا صرنا قاتل عليها سنة ونص، اللي هي حط الغاز بالركيفة بكل يعني ما يكون. الوضع اللي احنا موجودين فيه مأساوي. احنا بعد 62 سنة من خدمة دولة اسرائيل واحنا بنحبها، ولكن الظاهر ان الوضع مش مضبوط من جهة يعني. بهمش هاي الخارطة بدي افرجيكم عليها تشوفوا شو عملوا جماعة وليش احنا عم نقاتل وشو السبب. واحد بيمسك كمان امسك حبيبي امسك. اخواني هاي الخارطة جبناها من عندن. هون كانت الخيمة تقريبا، هون خط الغاز جاي من اشدود حوالي اكثر من 100 كيلو متر مع خط النفط اللي هو الخط الاحمر اللي جاي هون. اذا ماشي مع خط النفط بس وصل ارض الدروز كان بالحرف الواحد يعني. خط النفط بقوم على ارض الدروز مثل مقال زحالقة بتزحلق على ارض الدروز هاي هون سومة تشبي، بيطلع على ارض الدالة. ارض الدالة حوالي 100 كيلو 1000 درهم، بيطلع على ارض الدالة من تحت. طب هو ماشي من هون خط النفط وماشي اياته وتحتيه حروشه ما بيأثرش شيء، لا بيطلع على ارض الدالة من هون وبيمشي في ارض عشبيه كلياتها، واللي غير بيعرف شو ارض عشبيه من تحتيه الشارع بخليش ولا ارض اسمها عشق الدروز. هاي الخطوط الحمراء هاي هي ارض الدروز اللي هون حاطين. الارض الحمراء هي ارض الدروز، بيطلع على ارض عشبيه كلياتها بخليش ولا كلم ارض الا ما يقضي عليه، وبس يقضي علينا بيعود بيرجع مع خط النفط وبيمشي. هاي اول خط نفط طلع على ارض الدروز من الجبل وين كانت هون المحرقه وين كان هذا، وبيطلع على ارض الدالي هون حوالي 1000 درهم، وبيطلع على كل خط من تحتيه الشارع. هسه مش بس بعد في خط الركابه. شو خط الركابه؟ بيجي من فوقي الشارع بيطلع على ارض الدروز من فوق الشارع. اذا حضراتكم شايفين هاي المنصوره بيطلع على ارض الدروز من خط من كل بخليش ولا ارض، وبعود بيكمل مكان خط الركيبة ماشي كل عمره ومعروف خط الركيبة. لا قال هذول بيأثر علينا الصوت وهذول بيأثر علينا الصوت، بيقضى علينا من فوق. المحلية التركية ورؤسائها نضال وكفاح في هذا المضمار من أجل كرامة الطائفة. نشكر رئيس مجلس الإمغار والناطق بالإسلام وكل المجالس المحلية والسكرتية الأخ أبو قاسم فريق نائب رئيس مجلس الإمغار. متجربة يعني أمشي على مقول ما قدم ذلك. أولاً أحب الأخوة والأخوات لحضرات الأهل الكرام الحق الكريم ليه من الغار نحكي لكم وانتم تيجوا على الغار تحكونا، فعملنا واحد وهي حقيقة ورجل بيلتزم بهذا الوضع. كيف وصلنا لحضرة شهر في تراب مفتوح شامل في المجالس؟ ولما نحكي احنا عن النظام نحكي بما في ذلك في القرى اللي فيها لجان معينة او اللي ما فيها عملية مجالس مباركية مثل ما عندنا في بلاد المسكن ومثل ما الوضع في غيرنا. فمهم جدا وانا شايف الجمهور الكريم وهي يعني عدد مهم انه لازم تشاركوا بشكل فعال خصوصا في الاسبوع المقبل. كان عندنا نشاطات اكيد قسم شارع كان عندنا مظاهره في امام مكتب رئيس الحكومه قبل حوالي 3 اسابيع، كان في حوالي 200 مشارك. ولكن انا بقول انه لازم العمليات الاحتجاجيه القادمه يكون فيها الاف وحتى لو ادى الامور الى صدام يكون كما يكتب في الحكومه مالك فرموك اللهجه اللي اثناء محاولات الاقناع.